مصلحة بتنعد مصلحة صغيرة يعني مش مؤسسة كبيرة. كانت الكورونا كثير يعني سببت لنا تأثير كثير كثير سلبي وكثير هيك رجعتنا لورا، خاصة لحد اللي بعده في أول طريقه يعني بعده عم بيبني زباين عم بيبني اسم، كان كثير صعب. احنا متعودين دائما المحل تبعك هيك دائما فيه روح الامل والتفاؤل، منظر خلاب حواليكو موجودين، احنا في اغلاق ثالث وبنطلع حوالينا طاولات فاضي، شو الشعور كصاحبة محل؟ شعور كثير كثير صعب، احباط هيك اشي كثير صعب يعني وصلنا لإله. مش هوين تشوف محل اللي كان يستضيف كثير ناس كثير عائلات مرة واحدة مسكر وفيش حدا فيش روح فيش حياة. حكيت عن الـ يعني الـ خلينا نقول الخسارات الاقتصادية اللي كانت عندكم، كيف غطيتي على هاي الخسارة اللي كانت؟ غطيت عن طريق المأرزيم أو علب، عملت علب وجبات فطور جوزية اللي بتوصل على نص البيت، بتوصل للزبون على نص البيت. هذا الإشي اللي خلانا شوي شوي هيك ننتعش وعن جد ما نخسرش. مياسي حلبي كمان اسم معروف بعالم الأجبان والدورات للنساء من الوسط الدرزي والعربي اللي يصير هون يعملوا أجبان، استغليتي هاي الفترة يعني بإقامة دورات؟ مزبوط، استغليتها بإقامة دورات كمان في البلد عندي في عسفيا وكمان في بلاد برا، وخاصة من بعد فترة الكورونا كثير حسينا هيك في السوق انقطعت كثير أشياء، قد ايه بيقولوا إنه دايما فيه والمخازن مليانة وهيك، مرة واحدة لاعت في زبدي لا شمانة متوكا، كثير أشياء اللي إحنا نستهلكها في صورة يومية كثير كثير قلت. عشان هيك من وراء كمان الكورونا كثير الناس تشجعت إنه تعمل الإشي عن جد في البيت وتتعلم الإشي، في حال إنه صار أزمة عنها زي في إسرائيل إنه الواحد يكون في عنده بديل لزبايني. أول إشي كثير كثير اشتقت لهن، كثير اشتقت للشغل، اشتقت للمطبخ، للمراكضة، وما مصدقة والإشي يرجع إن شاء الله. دخلك رب تكون السنة الخير لكلنا. شو أكثر إشي اشتقت له؟ ردود الفعل بعد الأكل يعني ولا؟ معلوم ردود الفعل تبعوني الناس وأشوف إنه الناس طالعة مبسوطة هيك يعني، إجت لخفايا لتجربة حلوة عندي وطلعت مبسوطة. أنا سألتك عن ردود الفعل لأني بشوفك بتوثقي بالصور الزباين اللي بيكونوا عندك. أنا يعني حتى علاقتي مع زبايني غير شكل، أصلاً أنا بستضيفهم في نص بيتي بتصير تحس الإشي ثاني، مش إنه يعني جايين بس على مطعم ساعة ومروحين، إلا أكثر إشي هيك لقلب البيت. كثير في علاقة طيبة أنا وزبايني ودايماً هيك بحب أعرف قبل وبعد كيف كان، ودايماً حتى هني بيروحوا بيجيبوا لي معي ناس معهي الناس. أنا عندي زباين قبعاه حتى من إيلات بيجوا بالمخصوص يفطروا ويروحوا. في البداية كنا نيجي على المطعم طبعا نقعد احنا وباقي الأسرة، اليوم الاشي اكثر طريقة الارساليات على البيت. الحلو كان انه تيجي على المطعم تقعد انت والعائلة، طبعا هذا الاشي فقدناه اليوم، بتأمل انه يرجع في الايام القريبة. كرب أسرة بدي أسألك يعني بتشوف انه الأولاد متأثرين من هذا الموضوع بقولوا لك يعني بدنا نروح على المطاعم بدنا نطلع؟ مش بس الأولاد، هذا إشي اللي بيأثر على جميع الأسرة، كمان علينا إحنا علي أنا كرب أسرة على عائلتي على جميع أفراد العائلة بيأثر. الحلو في الإشي إنه توصل على المطعم وتقعد أنت والعائلة، طبعا هذا إشي بيطلعك من يعني أول إشي ترفيه بيكون، وكمان بيكون تغيير جو يعني. الحلو إنك تقعد مع العائلة مش بس إنه تأخذ الطلبية وترجع البيت. أول إشي بتأمل إنه تروح جائحة الكورونا وإنه تنتهي كل هاي الأوضاع الموجودة اليوم، نرجع لحياتنا الطبيعية، ترجع الناس تقدر تروح وتيجي كيف هي بتحب وكيف بدها. كثير صعبة مش بس علينا، على كل الدنيا، إنه نتعود على دنيا جديدة وطريقة شغل جديدة وتجرب تطلع الأكل من المطبخ للزبون على البيت على طاولته في طريقة اللي يخلي الأكل يظل فيها سخين، يظل في نفس الجودة لما يكون الزبون عندنا قاعد في المطعم. مش هوين الشغل هيك،
أما يعني لا حول ولا قوة، مجبورين. يعني إحنا للأسف شايفين الكراسي محطوطة على جنب، الطاولات محطوطة على جنب، في شوق للطاولات تكون ملاني بالزباين؟ أكيد. أول إشي بيخوف الإشي كثير، أول إشي قعدنا كام جمعة ما فتحناش، إنه تفوت على المطعم فاضي، كان المطعم كل الوقت حركة وناس، مرة واحدة تحس حالك إنه زي الولد الصغير مضيع أمه، فيش زباين فيش ناس، بس يرن التلفون تبع المحل تحس هيك يعني إنه لهفي بدي أعطي الزبون. وضع الناس كان صعب، الناس مش كلها معها مصاري تشتري أكل من برا، بدك تنجبر تنزل في الأسعار عشان الناس تقدر إنها تسمح لنفسها تشتري. إن شاء الله كل هاي الفترة كلياتها تمرق علينا وعلى الجميع، كثير إشي صعب. السنة الماضية كان عنا احتفال زيني، أضوية، لحمة ملان، أكل جديد، أشياء جديدة الناس مش متعودة عليها. هاي السنة عم نجرب يعني أقصى جهدنا علشان نطلع زي السنة اللي مضيت، بس صعب تقدرش، فيش أحلى منه الناس. الريف معروف إنه الوجه تبعه هو إنه الوجبة كبيرة في نص الطاولة والناس تأكل مع بعض. إسا هذا هاي هاي القاعدة احنا بطلنا نشوفها، يعني صلنا سنتين مش شايفينها، تقريبا سنتين مش عارفين شو بده يصير، مش عارفين شو بدنا نعمل عشان نرجع هذا الاشي، تنشوف شو بصير. يعني كل ما يحكوا عن اغلاق دائما المطاعم هي اول اشي بتأثر، في امال للمستقبل القريب؟ مش عارفين، مش عارفين الناس كيف بده يكون الشغل. يعني هاي الواحد مقطوع من شجرة زي ما بقوله، مش عارف حاله وين. احنا هيك عم نستنى انه الاشي يتجدد تنا نعرف كيفنا نشتغل بعد مرة. يعني الاشي زي ضياع، مش عارفين اذا الناس ده ترجع على المطاعم، ده تكون في شوق ولهفي ترجع وتقعد وتاكل مع بعض والناس تشوف بعض تحتك مع بعض، ولا الناس دي يكون عندها خوف من التجمع، من الاكل، من القعده على الطاوله. احنا مش عارفين، اصحابين المطاعم هن اكثر ناس تضرروا واكثر ناس اللي صعب عليهم يوقفوا بعد مره على اجرين. انا بتامل ان الجمهور مش بس عنده اي زبون في اي مطعم، اي شيء بيصير يعني يتحاسب، يعني يتعاطفوا معه لحد ما انه يرجع يوقف على جري بعد مره ويرجع يعطي كل القوه تبعه للزبون اللي يبسطه. يعني انت شو عم بتقولي؟ انه التخوف الكبير هو من في طريقة شغل، ولا في طريقة استقبال، ولا في طريقة شغيلة. يعني انت مش راح ترجع تلاقي بعد مرة شغيلة، لانه الشغيلة اللي كانت تشتغل في المطاعم صارت تدور على شغل ثاني، لانه ليش المطاعم صار لها سنة ونص مسكرة، مش عارفين اذا هني هذا شغل راح يكون. لينا كصاحبة مطعم، شو امنياتك للسنة الجديدة؟ أمنياتي لسنة جديدة أشوف صاحبين المطاعم والناس أجمعين. أما أكثر إشي يعني أنا تحسست منه هو صاحبين المطاعم، إنه هاي الكيترينج زي ما بقوله، الناس اللي واقفي وقفة المطبخ كثير صعبة، هاي الناس أكثر ناس تضررت من ناحية مادية. أنا بتمنى لهن إن شاء الله دخلك يا رب سنة موفقة، وإن شاء الله إذا برجع الشغل نعطي ونوقف. مصلحة أكل تتسكر،